كنا بنتكلم على انه عندك مشاكل مع ناس كتير. خلينا انا بقى اسالك سؤال على احدى هؤلاء الناس اللي زعلان منك. زعلان منك ليه؟ الفنان تامر عاشور زعلان منك ليه؟ انكر بقى. انا عايز امتنع عن الرد عن اسماء معينه، مش عايز ارد عليهم خالص. على فكره انت ما ردتش على ولا اسم ولا استفسار، وانا ما انا وزعلان ان الناس بتهاجمك. طب ما توضح. انا مش عايز ارد. انا طلعت قلت اللي انا عندي الموجود عندي، وطلعت قلت اتكلمت عنه، اتكلمت عنه باستفاضه، وقلت الرساله بتاعتي. ومفروض ان اللي خد من حد حاجه يصلحها ويظبطها ويكتب اسم الملحن الاساسي اللي عمل الاغنيه وبس. انا وضحت كل الكلام دوت. وانا يعني معنى كلامك استشفيت ان الفنان تامر عاشور خد منك اغاني؟ لا، ما هو طلع النهارده عمل بوست وقال في ان انا بقول ان انا بقر ان ده لحن عمرو مصطفى فعلا، وتمام وخلاص، وله كل التقدير وله كل الاحترام وخلاص. يعني صافي يا لبن. المفروض بس يكتبوا على الاغنيه لحن عمرو مصطفى. لحن عمرو مصطفى، او يشيلوها من على اليوتيوب خالص، او يكتب تتشال من على اليوتيوب، او تتشال من على اليوتيوب خالص. خالص. لانها كده كده هتتشال. طب ليه ما تستفادش منها ماديا معاه؟ انا اهدافي غير ماديه، انا اهدافي ادبيه. طب ماشي، افرض كتب انه من الحان عمرو مصطفى. انا مش عايز هو يغنيها مثلا، انا حر. كده الموضوع اتكعبل زياده. لا ما اتكعبلش. لا اتكعبل. لا ليه ما اتكعبلش؟ عشان مش قابل للتصالح. لا هو غير قابل، هو عايز يصلح غلط، هو بيتفاوض. طيب انا ما بحبش التفاوض، لان انا اهدافي غير ماديه، انا اهدافي ادبيه ومعنويه عشان نعلم. طب ادبيا، ما انا بعرض عليك اهو ان القصه كلها مش مساله ماده، المساله حقوق مؤلفين وملحنين. احنا خرجنا بره سياق الهدف. الهدف كان من لقاءاتي الماضيه الفتره اللي فاتت هو حقوق المؤلفين والملحنين اللي هم بيتنازلوا عنها لبعض الشركات. وبالتالي انا كان الهدف من كل اللي حصل ده كله ان انا اخلي ان المبدع ولاده واحفاده ما يحتاجوش في يوم من الايام ان هم يمدوا ايديهم. طب ما هو اعترف انها اغنيتك ويكتب اسمك عليها. ما هو احنا برضو كده بنخرج بره سياق الموضوع، لان الموضوع برضو مش في الحته دي بس. ما هو ده حصل. لا لا، الموضوع كله ان احنا في الاخر عايزين الناس الغلابه اللي موجوده في الجمعيات، موجوده دلوقتي وموجوده في الموسيقى، نرتقي بيهم ونعمل لهم حياه كريمه يعيشوا فيها بحياه كويسه. لا ده ايه علاقته باللي احنا بنتكلم فيه؟ مش فاهمه. ما انا مش عايز اتكلم عن الموضوع ده خالص، لان الموضوع ده انا طلعت اتكلمت فيه، مش عايز اتكلم في القصه دي خالص. انت طول الحلقه كل موضوع بفتحه بتقولي مش عايز اتكلم فيه. ما انا قلت لك، انا قلت لك اللي حصل ايه. اما الناس اتهمتني بالغرور، انا ابتديت ان انا اتكلم مع اشخاص مفروض ان انا كنت في وقت من الاوقات يعني ما ينفعش ان هم يتكلموا معايا كده فيس تو فيس. فدلوقتي بيطلعوا يردوا عليا وبيطلعوا يتكلموا معايا عادي كده، فانا مش عايز اتكلم مع خالص. يعني خليني انا، يعني خلينا اتكلم عن عمرو مصطفى، اتكلم عن نفسي، ما اتكلمش عليه. بس يعني هم، انت مش شايف ان هم بقوا نجوم كبار؟ لهم احترامهم ولهم كل حاجه. انا ما اتكلمتش على اي حاجه من دي، بس مع احترامي لحضرتك يعني. وانت نجم كبير، محدش بيقول حاجة طبعا. احنا في الوسط الفني عارفين كل واحد فين. تمام. فبس، فانا اعتقد ان انا مش بلحن في مصر بس، بلحن في العالم كله. فزي ما قلت لحضرتك، الناس اتهمتني بالغرور، فانا حبيت ابقى متواضع، فالتواضع ده اذاني. فخلاص كل واحد يقف عند مكانه وعند حد. طب يعني انا يعني امتى تعتقد ان مشاكلك دي كلها ممكن تتحل؟ اول ما الاقي الناس المبدعين كلهم الفتره الجايه كلهم هم اللي بينتجوا، وان الموسيقى بتاعتنا ترجع تاني رائده في الوطن العربي كله، ونكون بنصدر الفن المصري في جميع انحاء الوطن العربي. هو ده هدفي. عشان كده الحرب زياده عليا. يعني ما ينفعش النهارده ان ناس ما لهمش علاقه بالموسيقى يطلعوا يعملوا فيديوهات بيتكلموا عن عمرو مصطفى، مش عشان موضوع الترند ده الموضوع. طب هم ما بيتكلموش ليه في الفيديوهات دي عن الحقوق بتاعت المؤلفين والناس الغلابه؟ مين يا جماعه؟ ما تغششوني.
عارفين. يطلعوا يقولوا في الاخر الجيتار ومش الجيتار وسايبين الهدف الاسمى والاقوى. طب ما تقول لي مين يعني؟ لا مش هقول، دول كتير قوي، دول في 6-7 فيديوهات. يا سلام. اه والله بسبع اشخاص مختلفين، بسبع اشخاص مختلفين وكلهم نفس الكلام، واللي مليهم يقولوا ايه واحد، لانه اسمه موجود في كل فيديو. اسمه موجود في كل فيديو، في كل فيديو. الناس تراجع الفيديوهات دي اللي بتهاجمني، اسم الشخص اللي مطلطهم في الفيديو. كايه يعني في الفيديو؟ بيدافعوا عنه. بيدافعوا عنه هو؟ اه بيقولوا ان هو يعني ان انت بتقول كذا، اما الفلان الفلاني عمل ايه، اما الفلان الفلاني عمل ايه، فهتلاقي اسامي اللي مطلطينهم جوه الفيديو. مش ممكن، مش ممكن يا جماعه، انتوا مفضوحين جدا، مفضوحين. وعلى فكره انا ما بخافش من حد، وانا معروف عروستي. الاستاذ محسن جابر. لا 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 لا، استاذ محسن جابر منتج جميل. ما تغششوني يا جماعه. طب ما هو كان، ما هو هاجمك قبل كده وكان بيساند تامر عاشور وقالك سيب الجمهور اللي يرد وما تقولش على نفسك مبدع. انا اقول اللي انا عايزه وهو حقه، بيقولوا هو عايز. انا لا ليا شغل معاهم ولا بكلمهم، وانا ما بكلمش الناس دي اصلا. تغششوني يا جماعه، مين اللي عمل فيديوهات؟ انا ما بكلمش الناس دي اصلا. تامر عاشور ومين تاني اللي هم بسك عليه؟ رامي صبري وتامر عاشور، ادي اتنين، فاضل خمسه. طب مين الملحن يا جميل؟ لا لا، مين قصدي اللي هم بيدافعوا عنه؟ لا لا لا، انا ما بتكلمش اولا على فنانين، انا بتكلم على اللي هم البلوجر اللي بيكونوا موجودين في الفيديوهات دول. اه ما هم بلوجر بيقولوا اسامي الفنانين صح؟ ما تعرفش بقى، ساعتها بقى ندور احنا نشوف بقى. طب بص بقى، انا سايب الجمهور، بص انا سايب الجمهور هو اللي. لا احنا هنعمل سيرش تاني ونجيب قرار الموضوع، وانت عارف على حاجة. بقى اقول لك على حاجه، عايزه تعرفي اي مثلا صحفي مثلا او اي اعلامي تعرفي مين اللي مسلطه؟ اكتبي اسمه، اكتبي اسمه على جوجل، شوفي بيشكر في مين اكتر واحد، هتعرفي بعد كده، وتلاقيه بيشتمني انا بس. حلوه الفكره دي، جامده صح؟ تصدق اتعلمت منك حاجات النهارده، بسك عليه واعرف منين. اكتبي مثلا اسم كذا، هتلاقيه كاتب عنه ومدحه جامد جدا وشاتمني انا بس. مش سهل انت برضو يا عمرو، مش سهل. طبعا طبعا. لا طب عندك مشاكل مع الاستاذ عزيز الشافعي؟ لا ما عنديش اي مشاكل مع اي زملاء، بكن لهم كل الاحترام. طب ما بيهاجمك برضو ده، انا عمالين هم الولاد يدوروا في الارشيف اهم دلوقتي. طب انتو ده الولاد بيتشقلبوا في الكنترول. طب شوفي انا ردي كان شيك ازاي وحلو ازاي، انا ما بهاجمش حد والله من زمان، كلهم حبايبي. طيب عموما انا هجيب قرار المواضيع كلها عشان تعرفني. ما تسيبيش فاكر العرافة ولا نسيتها؟ ده احلى برنامج عملته. الله يساعدك. والله والله العظيم بجد، والله العظيم كان جميل. ده كان البداية لعمرو مصطفى الجديد. الله 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 الله، خلاص بقى انا هنهي بالكلام الحلو ده. ربنا يخليك لي، في احلى من كده. معانا بينا لسه بينا لقاء، خلاص بسم الله باذن الله. ماشي، شكرا، متشكره قوي الفنان الكبير عمرو مصطفى.